تنظيم زين، وكان واحد تبارك الله واحد صراحة مفاجئ بهذا التنظيم وبهذا الفنون التشكيلية تبارك الله اللي كتزخر بها المملكة المغربية. ومشاركتنا حنا هنا تياها بالزاير الرسمي ديال الصحراء والمنتوج ديال اتاي اللي غني عن التعريف، منتوج ديال الصحراء ديال اتاي غني عن التعريف، وتبارك الله كان واحد الاقبال عليه اللي بواحد الشكل كبير، لا من طرف الزوار ولا من طرف المشاركين، وخصوصا الخيال والمقدمين ديال الصربات ديال الخيل ديال تبوريده تبارك الله عجبهم هذا تاي. الحمد لله هذه المشاركة الثالثة في معرض الفرس، وهو شرف لينا قدر ما هو يكون تكليف، والحمد لله تنخدموا على لو تام ديال الفرس اللي باش نمثلوا مدينتنا ونمثلوا الاقليم. بالنسبه للمشاركه ديالنا في المعرض ديال الفرس، حنا كنحسوا بعدا مبدئيا اننا او لا حنا كصناع تقليديين تعطات لنا القيمه، لانه ما نساوش بان معرض الفرس هو واحد الملتقى كبير وواحد الاشعاع دولي ووطني، والدوله من الجانب ديالها عطات وشدات بيد الصانع التقليدي باش تحاول تحطو في واحد الملتقى اللي الناس كيجوه زوار اجانب والناس ديال البلاد. وحنا كنشكروها من هذا المنبر، لانه في الحقيقه هذا الجو ولا هذا الفضاء ديال معرض الفرس كيتمناه كل صانع تقليدي، وكيتمناه كل واحد يزوره وعنده واحد القيمه. وهذا الشيء ليس بغريب، لانه كنعرفوه بانه راه تحت الاشراف ديال سيدنا محمد السادس الله ينصره.